تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أربط العبارة بما يناسبها. لدينا الشهادتان هما أسلم على من أعرف من آداب التحية، وعلى من لا أعرف المصافحة الركن الأول من أركان الإسلام. إذن كل عبارة، لدينا ثلاث عبارات من هنا وثلاثة من هنا، أربط كل عبارة مع التي تناسبها. لدينا الشهادتان هما، أحسنتم، الركن الأول من أركان الإسلام. الشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله واحد، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. أسلم على من أعرف، أحسنتم، وعلى من لا أعرف. إذن الذي أعرفه أسلم عليه، وكذلك الذي لا أعرفه أسلم عليه أيضا. أسلم على من أعرف وعلى من لا أعرف. من آداب التحية، جيد، المصافحة. إذن يجب المصافحة، لذلك لأنه من آداب التحية. نراجع، الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. أسلم على من أعرف وعلى من لا أعرف. من آداب التحية المصافحة. ننتقل إلى التمرين الثاني. لدينا التمرين الثاني، أرتب الصلوات التالية بوضع الأرقام. لدينا صلاة العصر، الصلاة الصبح، صلاة العشاء، صلاة الظهر، وصلاة المغرب. إذن أرتبها بوضع الأرقام 1، 2، 3. الصلاة الأولى أضع لها 1. من هي الصلاة الأولى؟ العصر، الصبح، العشاء، الظهر، المغرب. أحسنتم، الصلاة الأولى هي صلاة الصبح. ثم بعدها، جيد، صلاة الظهر. ما هي الظهر؟ تليها، أحسنتم، صلاة، جيد، العصر. ثم ها في المغرب نصلي، أحسنتم، صلاة المغرب. في الليل في الآخر نصلي صلاة العشاء. إذن ترتيب الصلوات هي الصبح، ثم الظهر، العصر، فالمغرب، ثم العشاء. ننتقل إلى التمرين الثالث. أضع الكلمات التالية في الفراغ المناسب. لدينا كلمات محمدا، لا إله إلا الله، الله. إذن أشهد أن، جيد، لا إله إلا الله. لا، نكتب من هنا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن، جيد، محمدا رسول، أحسنتم، الله. هذه هي الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن أتممنا الشهادتين. ننتقل إلى التمرين الرابع والأخير. المطلوب هو أربط بين الآية والصورة المناسبة. لدينا الآية، لدينا الصور. فصلي لربك وانحر، مالك يوم الدين، مالك الناس، إله الناس. ولدينا من هنا الصور، صورة الفاتحة، صورة الناس، صورة الكوثر. إذن كل آية نربطها مع الصورة التي تناسبها. فصل، بسم الله الرحمن الرحيم، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أحسنتم، صورة الكوثر. نربط بالسهم بين الآية والصورة. الآية الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نتمم الصورة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
جيد، سورة الفاتحة. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك الناس إله الناس. أحسنتم، سورة الناس. إذا ربطنا كل آية مع السورة المناسبة لها. فصلي لربك وانحر، سورة الكوثر. مالك يوم الدين، سورة الفاتحة. مالك الناس إله الناس، سورة الناس. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.